وهنا بقى أنا عاوز أقول حاجة أخيرة لكل الناس اللي بتسمعني، سواء كانت مستهلكين ولا مستثمرين ولا حتى صناع قرار، الفترة دي فارقة ومؤثرة في الاقتصاد المصري، لازم نستغلها ونتحرك. واسمحوا لي أسأل، هو ينفع بلد بحجم مصر تستورد المواس حلاقة بحوالي 9 مليون دولار في السنة؟ يعني هو احنا ما عندناش مصانع صغيرة ولا حتى ورشة تقدر تقوم بالمهمة دي ونوفر الدولارات؟ بلاش دي يا سيدي. مصر ينفع ان هي تكون بتستورد مسامير بحوالي 113 مليون دولار، والكلام ده على فكرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. خليني اقول لك ان الشركات والمصانع اللي في مصر لازم الفترة اللي جاية تشتغل على ازاي تحسن جودة منتجاتها، وان كمان يكون السعر كويس ومعقول، وما ينفعش برضه ان احنا نستغل المقاطعة ديت ان بعض المتاجر ولا بعض الشركات تكون هي بتغلي المنتج بتاعها. السوق المصري فرصة كبيرة جدا وقوامه أكتر من 100 مليون مستهلك، وعندنا كمان لما نيجي نبص على افريقيا حوالي 1.3 مليار نسمة. لو احنا اشتغلنا بالمنطق دوت هنختصر على نفسنا اهدار وقت ومجهود كتير، وطبعا الحكومة عليها دور كبير جدا ازاي ان هي تساعد المصنعين ان هم يقفوا على رجليهم، ده غير طبعا الدور الرقابي اللي انت زهقت مني من كتر ما انا بقرره في كل حلقة. واحنا حابين نقدم مقترح للحكومة والجهات المعنية في الدولة من منطلق دورنا كإعلام اقتصاد، هو اننا نعمل او ننشئ مجلس اعلى للتجارة الخارجية وترشيد الواردات، وده يكون تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتمثيل كل الجهات المعنية في الدولة اللي ليها علاقة بالصناعة ودعمها، واي شخص من اهل الخبره ممكن يكون المجلس فعلا هيستفيد بوجوده. ودور المجلس دوت باختصار انه يعمل حصر لكل السلع المستورده واللي بيكون بالذات ليها بديل محلي، وبالتالي نحاول ان احنا نقلل الاستيراد ونقدر ان احنا نخفف من الضغط على الدولار، وازاي ان احنا كمان نشجع الصناعه المحليه بالجوده ومستلزمات الانتاج والحوافز المطلوبه، ويكون عندنا صناعه فعلا تليق بمصر وتقدر ان هي ترفع شعار صنع في مصر. وعلى فكره ما يكونش بقى ترند خلاص، تكون حاجة مستدامة معانا. كمان دور المجلس دوت ازاي ان هو يناقش مع الجهاز ذات الصلة، ندي حوافز اكتر للشركات المصرية للمستثمرين، وبالاخص طبعا صغار المستثمرين، علشان يشتغلوا بجد بدون اي اعباء ضريبية كبيرة او ملاحقات او قيود في الاوراق والتراخيص والافراجات الجمركية عن البضائع والخامات، وعلى الاقل حتى ينتجوا لنا مسامير وينتجوا الحاجات اللي احنا بنستوردها بمليارات الدولارات، وده طبعا مع قواعد عادلة للمحاسبة عشان نسهل على المستثمرين وعلى الناس الجادة اللي عاوزة فعلا تشتغل وتعمل حاجة بجد في البلد دي. بس وانا كده خلصت كلامي، كان معكم علي الادريسي وبرنامجكم الخبير الاقتصادي. سلام عليكم.